دوكي بالحق باش نتوكي برا ها واش لازم هاي واش لازم سايبها نكسر في راسي بالليل دعني يا خويا دعني ها خليني نستخدم ديما الطقس يا ربي يا كريم السلام عليكم بالليل هذا فكرة كي تعملوا عليه مزيان تعاونوني حكاية صغيرة أنا وصغير يعني لا أكثر لا أقل حسب رأيكم أنا ضبعت وإلا باش نضبع بيني وبينكم خلصتني الحكاية شوية وزيد بيني وبينكم حاسس لولا ليا يا معلم وإن شاء الله ربي يسترنا ويستركم بون يا أخي شبينا شعب أحمق وشعب أبله شعب مدك شعب مدلغ أصلا بالرسمي والله يا أخي سيبتوا الدنيا الكل سيبتوا الهم الأزرق اللي ماتت عليه رجال واللي سال 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 عليه الدم واللي يا معلم خليني ساكت ما نحبش نتذكر واللي اللي بش اسمه ابن غربية وبسامير الوافي وبكتور شقال شو اسمه الآخر كانوا في راس البكة ولا راس البصلة ولا شو اسمه هذاك اخي نورمال انتم اخي بالرسمي نورمال اخي 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 بالرسمي والله العظيم عملت الريحة يا اخي ياسر صغيرة في مخافكم يا معلم ياسر صغيرة في مخافكم يا اخي راهم هكاك هما ايمان يبدلوا فيكم وعاملين فيكم مش يحبوا راهم هما يلزم ديما توفى حكايه يجيبوا لكم حكايه اخرى توفى حكايه يجيبوا لكم حكايه اخرى توفى حكايه يجيبوا لكم حكايه اخرى باش تقعدوا ديما مبهمين ديما با ديما شعب لا يبالي يعني كيف ما كان بن علي قبل ديما يحطوا لكم المسلسلات المكسيكيه يا معلم يحطوا لكم مسلسل بستة شهور تعال ستة شهور وانت با كل الوقت ورقد هكاك علاش ما فقتوش يعني للتو ديما لازم يحصلوكم لازم يعني يحصلوكم وانتم كلمه كي كي ما نعرفش يعني كلمه دكية ديما تحصلوا مالنا مالهم يا ودي خلي يطلعوا للسماء يجنحوا نحن مالنا مالهم وهو مش نحكي عليهم وما نحبش نحكي عليهم ما يسالش كلمتين لف لف هكاك ما نعاونش باش قاعد اسمها فيا نحي من راسه اللغه دي واغتيالاته وما نعرفش ولا معاهم يا ودي من الاخر من الاخر اللي اغتالوه الله يرحمه واللي مهدد وباش يغتالوه ان شاء الله يا اخوي الكرتوشه ديريكت في الراس باش هكاك ما يتعذبش برشا ديريكت العادي بالقبر يا معلم ما يقعدش يكرفس برشا في الدنيا ما يكسرناش نحن روسنا برشا ولا كيف هذاك شو اسمه حتى اسمه ما نعرفوش هذاك يبقى تو زاد ماكله بعضها كان نائب هذاك في مجلس الشعب حاصيله هو 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 يلوم الشعب وانا انا واحد من الناس ما نعرفوش ايش يعني هو يلوم الشعب والشعب ما يعرفوش 30 كرتوشه يا ابو قلب 30 كرتوشه ما خطفت فيه حتى واحده تعرفوش علاش على خاطر خالكم هاني عم نخلو حرز ما يحوك فيه والو هاك الحرز نتاع خالكم هاني هذاك هو السر نتاع الحكايه وانتم ما في بالكم ودي استيقظوا يا ولدي عليك ودي استيقظوا واحد يظل باش يمشي الحماس يا اخي اشطر بدا يقطع فاروق يا معلم قدامكم باش ولا ما نعرفش ولا واحد يعني اخلاقه اصلا هكا كمان ما نعرفش يمكن تستيقظوا يمكن ها يمكن مركزين معاهم هذوما ايش يا سيدي نحكيو عليهم شويه بركة ما يستاهلوش نحكيو عليهم شويه بركة ما يسالش مثلا نحكيو بالغربيه بالغربيه نقطع نقطع لسويسرا وداز فيها افلام ولغه وع 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 كيما في الاخر من الاخر على الاخر طلع طحان في الناس اللي هو لو كان ساعه على كي مدى المساكت وثاني حاجه انا واحد من الناس كرأي شخصي ماهيش ساعه على كي خاطر السيد مشى لسويسرا سويسرا معروفه احسن بلاد نتاع لجوء سياسي في العالم احسن بلاد تعمل فيها لجوء سياسي في العالم هي سويسرا معاك الفيلم اللي عمله هو كل بوز اللي عملها يا اخي الدنيا اخرى يعطوه فيلا بروبر ما يسكنش مع العباد يعطوه فيلا وحده وحراسه وحده ودنيا وعالم وتك تك ومرو في العنبر عمل الفيلم هذاك باش ينجم يبدل حياته ويعيش حياه جديده بعيدة بعد السماء الحين القديمة بالنسبة للسلع مثلا نحكي على سمير الوافي سمير الوافي ما عندي ما حد شيء ضد الناس ومرات يعجبني والله مرات يعجبني في مواقف فما خويا كلمة الحق اللي نقولها سمير الوافي مثلا المرة الأخرى كي جاي هنا لإيطاليا نعرف شكون يعني من صحابي ويعرفهم هو وتقابلوا ويتلاقوا كي مرات كي جاي هنا سمير الوافي كي جاي هنا ديما يتشرد يا خويا يحب يسكن في أحسن في مثلا في ميلانو هو ما السيد كان يحب يسكن في أحسن أوتيل في ميلانو وسكن فيه يعني يسكن في بلاصة يعني اللي خلصوا
غادي يجلدوا دار في تونس من التعبير المجازي. ما كيك هذه العمليه يدخل يعني يشري قش ويشري البيعات ويدخل مكازا ربي يزيدوا يا ودي ليه الحرام زاد ربي يزيد ولا معاه مانيش تحسب له جوست معلومه كي يعني الحمد لله رسول الله كي يدخل باش ياخذ يدخل يخلي 4000 يورو 5000 يورو يعني يدخل باش ياخذ يخلي 10 ملايين تونسيه مع ماهيش يعني كيما نعرفش وزير جاي من تونس والله اكثر من وزير يعني ثمانية صاحبي هذا الكل يرحم والديك تخدم صحفي في تونس يعني انا كنشوف بشر كيف سمير الوافي شنو قاعد يصرف هناك يجي يعني اذا كان يخلص 20 مليون 25 مليون في تونس وقتها نرمى على الحكايه تولي قاعد بالرسمي نرمى هما هو ولا الاخر راس البصله 20 مليون على باش علينا شالينا فما برشا فلوس برشا فلوس مستحيل تكون من خدمتهم هكا بازر نحطوا روسهم في حكايات ما دام يا خويا حط راسه قال لك اللي جابها للبقو الله اللي يفكوا يا خويا نحن مالنا مالو الله معاهم باش ننسى حقي وحقه وحق عباد ماتت وحق دم سير ونقعد مركز معاهم هما ونسكروا البارونتيز على ذوما الله معاهم الله معاهم عجبك يا حكومة العار يا حكومة العار انت تحمي في بن با مش بن غربية قاطع با كنت حميته قبل وتحمي في نوفل راس البصلة وتحمي في سمير الوافي على خاطر مهدينهم بالقتل يا حكومة العار عنا آلاف 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 من المواطنين التوانسة مهدين كل يوم كل يوم يهدد فيهم الفقر والمرض والهم والميزانية كل يوم يهدد فيهم عنا آلاف كل يوم قاعد يغتال فيهم المرض أنا شفت بعيني الجنوب متعدد في توليد مريض مريض سخانة أمه فيش تعطيه مغرفة جاز بالسكر جاز جاز الجاز بتاعنا الأزرق بالسكر هاي هاي هكاك عقليتهم سبحان الله قالت لي ليه ويدي صدقني يا دوما وبركة سيدها من درشكون يقوم كي الجن يقوم كي الجن في الكبر نتاعو يعني يا حكومة العار عنا آلاف يهدد فيهم الفقر والهم والميزيريا كل يوم علاش ما تحميهمش هما أولى ياسر بالحماية من العباد اللي ما تستاهلش اللي قاعدين تحميو فيهم والله العظيم واسمعني نقص قصر عربي وخليني ساكت خير انا خاطر نحس في روحي توا باش نعري اخلاقي يا خاطر كان عريت اخلاقي يا خويا باش يفضى توا خليني ساكت متربي يا خير لذا نرجع لموضوعنا نرجعوا لموضوعنا اعطيونا حقوقنا وينو البترول وكيف نقولوا وين البترول يعني وين الملح وين الفوسفات وين الزيتونه وين دقلتنا وين حقوقنا وين ثرواتنا وين يا عبد ربي رانا في تونس عندنا ابار بترول رانا ما ناخذوش منها حتى في 1% يا ابو قلب 90% شركات اجنبيه و10% المستثمرين التونسي والمواطن التونسي لومبرينو دي ميونونو من الاخر يعني وانتم تحكيوا على بن غربيه اي نعم بوكم وبوبو غربيه بالغربيه ولا بالغربيه ولا ذاك فوالا من الاخر يعني باش نكونوا واضحين وزيد حاجه اخرى يا ودي رانا نحبوا نعيش نحبوا انسان يا معلم مانيش طالبين برشا حسسني في تونس اللي انا انسان هذاك باش عاشت حسسني اللي انا انسان يا ودي لا نحب نعيش مليونير لا نحب نجنح لا نحب نبني على الجزيره حسسني اللي انا انسان ما نحب حد شيء اخر حسسني بالانسانيه يا معلم راه واحد ولا حسرع حيوان فكر البلاد يا معلم حسوني نحن حسسني اللي انا انسان يا ودي بقلالها ونورمال الباقي يتصرف يا ودي خذ يا ودي البلاد تربع ودي اعمل عرش في القمر تربع عليه حسسني اللي انا انسان يا هوي في البلاد نحب خدمه تحب روحي مسطور كي العباد خدمة عادية كي العباد نعرس نعمل امرأة نعمل دويرة نتنفس معاكم نتنفس شوية حرية يعني كي يعني نجي نتكلم نحس اللي انا انسان نحس روحي كلب ونحط بابوس تحكي جدا من زنقة لزنقة يا صاحبي وسيبوا علينا خلص على خاطر انا بالرسمي توا خدمت نعرف روحي كي نخدم من الدرجة ياسر عرفت